أسعد الله صباحكم متابعينا ومتابعين تقصى عرب. نحن الآن متواجدين في منطقة القادسية في جنوب محافظة الطفيلة، تشهد الآن تساقط الثلج. هذه المشاهد على جبال أو مرتفعات محافظة الطفيلة جنوبا. أسعد الله صباحكم متابعينا ومتابعين طقس العرب. نحن الآن متواجدين في منطقة القادسية في جنوب محافظة الطفيلة، تشهد الآن تساقط للثلوج. صباح يوم الخميس 9/1/2020. المسير على الطرقات بشكل حذر جدا، بداية تراكمات للثلج. أسعد الله صباحكم متابعينا متابعين طقس العرب. نحن الآن متواجدين في منطقة الطفيلة في الرشادية، تشهد الآن تساقط للثلج. الثلوج الآن بدأ في تراكم في صباح يوم الخميس. نتمنى السلامة للجميع. الآن المسير على الطرقات بحذر شديد.